هذا واحد اللوحة لوحة ماكيت واحد الشمونتيو كنصاوبوه مزيان. والصباغة هذه التقليدية قديمة الصباغة المائية بال البيغمون ناتشورال يعني البيغمون معايا هذا شونتيون ديال السقف شونتيون السقف هذه روزة هذه شونتيون روزة تسمينا كنسميوها تسمينا مصوبة من الخشب ديال الأرز كنسميوه القتيب السعدي بالزرق فين هو القتيب السعدي بالزرق القتيب السعدي هو هذا نعم هذا كنسميوه القتيب السعدي وهذا كنسميوه القتيب مراكشي كاين واحد الاختلاف بيناتهم هذا كيتسمى القتيب مراكشي فين هو ذاك هذا الصفر هو الصفر هو هذا الصفر والاختلاف اللي بيناتهم هذا كيكون بالزرق وفيه التزيين من جوج جهات هذا كيكون مزين وكيكون مرشوق من الوسط مرشوق فين هي مرشوق زعما مرشوق هو هذا الختيط الاحمر داخل هذاك تبارك الله عليك الطبيله هذيك الطبيله تاع المقرص اييه صوبه بالبوق تبارك الله عليك تم من اتيا اييه ديما بلديه بلديه ما شاء الله وهذا هذا بلاطويات الخدمه ديالك بلاطويات كنصوبهم على الاذواق راه تنشوف اختلاف اذواق والالوان اختلاف اذواق اللي تعرف هنايا عندنا في مدينه مراكش كاين مجموعه ديال السياح من جميع الدول كيبغيو اللوينات شي شويه اللوينات اتيرون كتجر هذاك الله عليك تتخرجوا من داك الشيء التقليدي وتدي هذاك الماط التقليدي ولكن الاصاله ما كنفرطوش ما تتفرطوش فيها تبارك الله عليك وبالنسبه للكوفري هذا هذا صندوق نعم الصندوق البلدي ديال زمان فاش كانوا كيديروا الناس الحوايج اييه الممتلكات ديالهم تبارك الله وخاصة العروسة اييه كيديروا فيها الدهس العروسة دهس العروسة نمشيو نشوفوا هذا هذا ما شاء الله هذا السباق هذا الزواق البلدي القديم الالوان قديمه هذا شوف بارك الله الزواق بعدو كيكون رقيق شي شويه هو كياخذ اليد وكيعطي للزواق القيمه كيعطي القيمه للحاجه كتكون مشغوله واخده اليد شويه الله الله ولكن ما شاء الله عليك الله يبارك فيك واحد المويده البلجيه نعم اسيدي هذه المويده البلجيه اييه هذه كتكون هي المرافقه للطبله نتاع الطعام كتحط فيها ديك السوينيه داك الدريري ديالها داي تبارك الله وهاد الطبيله هذه الطبيله البلجيه فاش كنديروا البوتي ديال زمان اييه فاش كنحطوا هذاك الدريري ديالها داي وكنتجمعوا عليها بهذوك الكراسات الشريط الا عرفتيهم عرفتهم الله ودي ها وليتي كفري الصغار صندوق المجوهرات ديال العروسه تبارك الله عليك دور نشوف ما شاء الله هذا سمندريات سمندريات ولكن كرو مرافقين هادو شنو؟ الصندريات الطبيلة الصغار اللي كيكونوا مرافقين للطبلة اللي كتشوف معايا ما شاء الله ما شاء الله جميع الأشكال والألوان على حسب ذوق الزبون كنوفروا ليه كل ما هو في الذوق ديالو والأخرى أخرى سير هادي اللوحه نتاع الحضار هادي اللوحه فاش كانوا كيقراو الدراري الطلبه في المسجد كان الدري ديك الساعه الا خرج هذيك السلكه نتاعتو وحفظ القران كيديروا لي واحد العرس وكيصاوبها بيديه كيجيبها عند المعلم هذيك اللوحه نتاعتو المعلم الزواق فاش كان كيحفظ القران وكيزوقها ليه وكيحطها عنده في البيت ديالو كتذكار لذاك المجهود ديال هذا هو الدبلوم ديالو الدبلوم ديالو هذا هو الدبلوم ديالو وكيبقى محافظ على هذيك اللويحه انا بسيتي وبالنسبه كنكتبوا فيها الشعر 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 تبارك الله الله يبارك فيك